خلال الاربع سنوات الماضيه انا دايما بقول ان زياده الاستثمارات الخارجيه واكثر من 25 مليار دولار دخلوا مصر في الاربع سنوات اللي فاتوا بشكل اساسي هي مجهود مؤسسه الرئاسه، ولكن لم يكن الاقتصاد المصري حتى بدايات هذا العام اقتصاد جاذب للاستثمار الاجنبي بحد ذاته، بمعنى ان هنلاقي الجهود يعني مجهودات شخصيه للرئيس بالظبط، يعني انت يعني انت تعول الاستثمارات اللي دخلت دي بمجهود شخصي للرئيس. وهذا هو الخطر. الى الان لم عندنا السيستم بالظبط، لما يبقى يعني شخص واحد وتحركات شخصيه للرئيس على مسؤوليتك وعودتك 25 مليار دولار. نشرح ازاي؟ اتفضل. الاستثمارات الاجنبيه المصريه، وهي بالمناسبه الحمد لله السنه دي معدل نمو 14% اعلى من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت اعلى من السنه اللي قبلها 8%. احنا وصلنا 8 مليار دولار صافي استثمارات اجنبيه داخليه في داخله الى الاستثمار المصري في العام الماضي. احنا بنجد ان هذه الاستثمارات في قطاع البترول، وده القطاع اللي الرئيس خد بشكل شخصي على عاتقه سداد مديونية الشركات اللي كانت موجودة قبل كده ومديونية الشريك الأجنبي، التفاوض مع الشركات الإيطالية والإنجليزية بنفسه ايضا معايير كويس تمام بالظبط بالظبط وبي ان بي وغيرها. وبالتالي نجد هذه التدفقات للاستثمارات هي تدفقات بعينها مع الكيانات، التفاوض مع تيمنز كان بيقوده رئيس الدوله المصريه بنفسه عشان مشكله الكهرباء وهكذا. فلما نيجي نشوف بقى اللي اتضح من هذه الاستثمارات، انما كان عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا هيكلية في الاقتصاد ما كانتش تسمح بان الاستثمارات تدخل، ما ينفعش استثمارات تدخل وفي سوق سودة للعملة وفي مشكلة كبيرة في سعر الصرف قبل نوفمبر 2016، ما ينفعش بكل البيروقراطية والفساد اللي كان موجود ولا يزال موجود جزء منه بالطبع ما انتهاش ان الاقتصاد يبقى جاذب. ولذلك الخطوة الاصعب وربما يمكن لو متاح للاعداد يجيب لحضرتك مش كلمات الرئيس للمستثمرين الامريكيين، انما كلمات المستثمرين الامريكيين اللي قالوها للرئيس وده اذاعه للتلفزيون المصري مع اعضاء الغرفه الامريكيه بالظبط. يعني لو تقدروا يا زملاء كده في الغرفه الامريكيه اللي في الحقيقه، لان البعض بيعتقد ان الكلام من الخبراء المحليين على سبيل المجامله او حتى من السياسيين على سبيل انما يعني. احنا بنتكلم في مؤسسات بزنس، احنا كنا بنتكلم كان على مائده عشاء الرئيس من 3 ايام، احنا كنا بنتكلم في 15 تريليون دولار حجم الشركات اللي كانت موجوده مع سياده الرئيس. لما رئيس واحده من اكبر الصناديق الاستثماريه في العالم 5 تريليون يعني 5000 مليار دولار يقول ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج جيد، وان الرئيس وعد العام الماضي بمجموعه من الاصلاحات، فاحنا بنلاقي قانون الاستثمار، بنلاقي اللائحه التنفيذيه، بنلاقي الافلاس، بنلاقي بالظبط. فاحنا هذا الكلام مش بقى على لسان استاذه سوريا ولا على لسان عمرو، احنا بنتكلم على لسان مؤسسات دوليه وعندنا امارات على ده. يعني احنا دايما عندنا الناس دي ما بتهزرش، عندنا مشكلة.